دايما مع بداية دخول فصل الشتاء بيكون في حالة من حالات الاهتمام بدرجات الحرارة يوميا من الغالبية العظمى من المواطنين. خلونا نعرف أخبار الطقس بالتفصيل من دينا شرف مرة تانية. اتفضل يا دينا. شكرا لك يا أحمد، وفعلا دلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. دلوقتي خلونا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 30 وأسورة 22، العاصمة الإدارية 28 20، اسكندرية 29 22، العالمين الجديدة 27 21، مطروح 27 22، دمياط 27 22، بورسعيد 29 22، الإسماعيلية 29 19، السويس 28 20، العريش 28 21، كاترين 25 14، طابة 29 22، حلايب 30 25، شلاتين 32 24، شرم الشيخ 31 24، الغردقة 31 24، الفيوم 29 21، بني سويف 30 20، الوادي الجديد 33 21، أسيوط 31 20، سوهاج 32 20، قنا 33 20، الأقصر 34 21، وأخيرا أسوان 35 22. طمنا حضراتكم عن حالة الجو النهارده. هرجع مرة تانية لأحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.